تعود الخوت كل شيء مزيان صحيحه الطويرات كل شيء بخير. المهم الاخوان جينا نشاركوا معكم ان شاء الله اليوم موضوع النقاش ولا موضوع كيسولوا عليه الاخوان بزاف، يعني الوقت الصحيح اللي كياكل فيه الولد يعني بعد الفقس، واش يعني 8 السوايع، واش بعد يوم بعد يومين. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نشوفوه مباشره. واحد الانثى ان شاء الله يلا غادي تخرج دابا، راه كتشقات البيضه ديالها. غادي نحاولوا نشاركوا معكم ان شاء الله، غادي نحاولوا نهزوا الوليد ونشوفوه يعني واش غادي ياكل. راه ولد الذكر يعني حيد القشره، كيف كيبان لكم الاخوان يعني مباشره. او فين حطها؟ هاهي فين حطها الاخوان. او يلا هزها مباشره الوليدات، يلا فقصوا راهما. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نشوفوهم يعني واش كياكلوا دابا حاليا ولا 8 السوايع ولا. هاهو يلا خرج دابا حاليا، يلا خرجوا. الاخوان الاغلبيه كيسولوا على واش يعني كياكل بعد الفقس ولا قبل. المهم الاخوان انا كاع اغلبيه ديال الطويرات ديالي يعني كياكلوا غير انفو كيف قص كيبدا كياكل الاخوان وكيبدا كيحل فمه، ما كيبقاش 8 السوايع الاخوان. كيف كيبان لكم؟ ها هو مباشره الوليدات بداو كيحلوا الفم ديالهم. غادي نحاولوا ان شاء الله نطعمهم، ها هو واحد كال، ها هو الاخر الاخوان. المهم الاخوان كيف بان لكم مباشره سجل في الاخوان. سجل فراه هذا الذكر يعني حطه هنايا. ها هما الوليدات يلا خرجوا دابا حاليا الاخوان. ها هما يعني راه كيحل الراس ديالو وكيتم الاطعام ديالو الاخوان يعني فاش يلا كيخرج ما كيبقاش يعني مباشره. ما غاديش نكذبوا على الاخوان ولا غادي نحاولوا اننا نقولوا يعني 4 السوايع ولا 5 السوايع ولا، ولكن في المباشره الاخوان الولد راه اين فوا كيخرج راه كيفتح الفم ديالو وكيبدا التغذيه ديالو. الا كانت الام كتوكل يعني انا غنطعمو، ما كانش كتوكل راه كنحاولوا باش نطعمو بسيريلاك، يعني راه مساله عاديه الاخوان. المهم هاد الكوبا يعني راه كيوكل ديجا خرج دابا العش الثالث عندو، هذا هو العش الثالث الاخوان، يعني راه دابا مزيان الوليدات ديالو راه كيوكل. غير بغيت نشارك مع الاخوان ديالنا هاد الحلقه، لحقاش اغلبيه ديال الاخوان كيقول لك بان الولد يعني 8 السوايع ولا 24 ساعه ولا نهار عاد كيبدا كياكل. المهم الاخوان يعني هادو راه كاع اغلاط. الولد كياكل بعد يعني اين فوا كيخرج من البيضه الاخوان. يا ويلاه كيف خرج من البيضه الاخوان، كيف خرج من البيضه يعني راه كياكل التغذيه ديالو. الاخوان الكوب الثاني تا هو يعني يلاه دابا بغيت نشوف ولقيت يلاه خرج الولد ديالو. ها هو الاخوان تا هو يعني باش نكملوا الموضوع 100%، ها هو باقي في البيضه وراه كيحل في الفم ديالو الاخوان. يعني غادي نحاولوا باش نطعموه. هانتوما الاخوان مباشره يعني مباشره راه كيبدا كياكل الاخوان. يعني ها هي البيضه باقي ما حيدش يعني الكوب باقي ما حيدش الجلفه. ها هي غادي نحاولوا نحيدوه باليد ديالنا الاخوان، راه باقي فيها كاع. ها هو الاخوان كيف كتبان لكم؟ ها هي باقي لاصقه فيها الاخوان. هانتوما كيف كيبان لكم؟ باقي بالداك الشيء ديالو يعني بالبراز ديالو الاخر الاخوان. ها هو باقي الله مباشره الاخوان بعد الفقس كيبدا كيتطعم الولد وكيبدا كياكل الولد الاخوان. ها هو مباشره معكم. المهم الاخوان كيف كيبان لكم؟ نحاولوا نردوا هاد الوليد هنايا، حيدوا الجلوف ديالو. المهم هذا يعني حتى هو العش هذا الاخوان كيف بان لكم؟ يعني الله فقصات الانثى راه كيحل يعني الفم ديالو وكيبدا يعني كيطلب الطعام من الام ديالو ولا من الوالدين ديالو. المهم الاخوان الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوت. هذا غير كان موضوع وانا شاركوا مع الاخوان هاد الكوبل، هاد الكوبل وهاد الكوبل يعني خرجوا كيف كيبان لكم. ها هما الاخوان، راه هما الكوبل الوليدات الاولين الوليدات الثاني. يعني يلا كيخرج الولد الاخوان يعني في الخروج ديالو الاول راه كيبدا كيحل الفم ديالو وكيبدا كيطلب الاكل من الام ديالو. الله ييسر لكم الاخوان، الله ييسر جميع الخوت.